أقام فريق نادي النجمة لكرة اليد احتفالا برعاية سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ العاصمة بمناسبة إحراز لقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد والتأهل إلى بطولة العالم. وأشار محافظ العاصمة إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق ثمرة من ثمار الرعاية الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة للحركة الرياضية والشبابية في البحرين. وتمنى سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن للفريق التوفيق والنجاح في البطولة العالمية وتحقيق الظهور الرائع وتشريف كرة اليد البحرينية. وقد أثنى المحتفلون بفوز نادي النجمة بهذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى الأندية البحرينية الذي يمثل نتاجا لجهود مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد في تطوير رياضة كرة اليد البحرينية وتعزيز إنجازاتها الرائدة والمتواصلة على مختلف الأصعدة. طبعا احنا نرفع اسمايات التهاني للقياده الرشيده ولقيادتنا الرياضيه، ولا شك ان انجاز فريد من نوعه، ولاول مره يتاهل فريق بحريني الى بطوله كاس العالم، وهذا الشيء نفتخر به. وطبعا لا شك ان نادي النجمه كتب اسمه يعني وسجلها في التاريخ له بان اول فريق يحقق البطوله الاسيويه ل20 ويتأهل لكأس العالم. فمبروك لنادي النجمة وجميع القائمين عليه، وأخص بالتهاني رئيس النادي عيسى القطان. فعلا إنجاز يستحق الجميع أنه يفرح به. لهذا الإنجاز في مجال كرة اليد بتلاحظ أن كثير من الناس بيشجعون على ممارسة كرة اليد، لأنها فعلا بطولة عالمية، وظهور اسم البحرين في المحافل العالمية فيه شيء نفتخر به. ولا شك أن الكرة اليد في البحرين كرة قوية متقدمة متطورة تستطيع تحقق نتائج على مستوى العالمي، وإن شاء الله كلنا وراء فريق نادي النجمة في المشاركة في أول كأس عالم لهم بإذن الله. بشكر كل من وقف وساند ودعم فريق النجمة لكرة اليد على الإنجاز الغير مسبق، إنجاز كبير، بطل القارة الآسيوية، أول فريق بحريني يحقق هذا الإنجاز. الحمد لله والشكر، نشكر الكل، الجهاز الفني والإداري، إخواني اللاعبين ما قصروا، كانوا على قد المسؤولية في هذه البطولة، والحمد لله أنها تحققت، والحمد لله أن احنا مثلنا الوطن خير تمثيل في هذه البطولة. وراح تكون هذه البطولة يعني دافع لنا إن شاء الله حق كأس العالم الأندية السنة الجاية إن شاء الله، راح نكون أول فريق بحريني يشارك في كأس العالم الأندية، فإن شاء الله نكون عند حسن ظن المسؤولين وعند حسن ظن الكل والجميع يا رب.